أجمع المتدخلون في لقاء بالدار البيضاء احتفاء بمرور 10 سنوات على تحرير الإعلام السمعي البصري بالمغرب، على أن القطاع أضحى اليوم نموذجا يحتذى به على الصعيد الإقليمي، حيث ساهم في ترسيخ 3 مبادئ أساسية تتعلق بالتعددية والقرب والخدمة العمومية. تم تعزيز التعددية السياسية والثقافية في بلادنا. هنالك الآن برامج سياسية أكثر، عرض سياسي، حوار سياسي، نقاش سياسي، وهذا كرس وأكد مفهوم السيادة الإعلامية في بلادنا كمفهوم يتيح للمغاربة أن يجدوا الخبر والمعلومة في إعلامهم وألا يضطروا إلى اللجوء إلى قنوات أجنبية من أجل معرفة ما يقع في بلدهم، وأعتقد هذا النجاح الثاني. القطاع انخرط في العديد من الإصلاحات القانونية كمراجعة قانون الاتصال السمعي البصري والقانون الجديد للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى توجيه الجهود لدعم الإنتاج الوطني ونجاح عملية الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية. 10 سنوات بعد قيام المحطات الخصوصية الإذاعية الأولى يحق لنا أن نفتخر وأن نعتز بهذه الخطوة وبما تم تحقيقه منذ ذلك الحين، بحيث أننا اليوم نتوفر على 18 إذاعة خصوصية مغربية في مختلف أنحاء البلاد وفي تخصصات متعددة ومختلفة. وأعتقد أنه التخوفات التي كان البعض يعلن عنها آنذاك يتضح اليوم أنها لم تكن في محلها، بحيث أنه لم يطرأ شيء سلبي في بلدنا. اللقاء عرف مشاركة مكثفة لممثلي العديد من المنابر الإعلامية بداخل المغرب ومن إفريقيا، والذين اطلعوا على أهم المحطات في المسار الذي سلكته الإذاعات والتلفزيونات المغربية منذ انطلاق الإذاعة والتلفزة وصولا لتحرير القطاع السمعي البصري وظهور الإذاعات الخاصة.